هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده بيزود من إحساسنا بحرارة الطقس عن المتوقع، وقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذ هاله وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يعني لسه في ارتفاع في درجات الحراره وارتفاع كمان في نسب الرطوبه، اخبار الجو النهارده ايه؟ التفاصيل. بالتاكيد طبعا، يمكن احنا اعلنا في نشراتنا وفي تحذيراتنا مسبقا انه بدايه من اليوم هيكون في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره، هنعتبره كبدايه لموجه شديده الحراره بتاثر على مناطق الجمهوريه. ذروة الموجة دي متوقع أنها تكون نهاية الأسبوع الحالي، وبالتالي بداية من اليوم كل يوم هتكون درجات الحرارة فيها أعلى من اليوم اللي قبلها، سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. فلو اتكلمنا عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هتكون في حدود 37 ل 38 بالنسبة للقاهرة الكبرى. ترتفع درجات الحرارة تدريجيا كلما اتجهنا إلى محافظات الجنوب، وبتقل تدريجيا كلما اتجهنا إلى محافظات الشمال. بالتأكيد زي ما قلنا ارتفاع درجات الحرارة نهارا هيأثر على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وهنبدأ نلاقي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليلا. طبعا ارتفاع نسب الرطوبة مستمر معانا نتيجة سيطرة منخفض الهند الموسمي اللي هو الكتلة الرئيسية اللي بتأثر علينا خلال فصل الصيف، اللي بيجلب معاه كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة طبعا بسبب مروره من على البحر المتوسط. يمكن خلال ساعات صباح اليوم أو صباح اليوم الأولى لقينا شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية الموجودة في نطاق شمال الجمهورية. كمان اليوم سرعات الرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية، وده هيخلينا نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة. دي يعتبر أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم. لو اتكلمنا عن الأيام القادمة هتكون درجات الحرارة أعلى من اليوم بمعدلات تدريجية. الذروة زي ما أشرنا هتكون بنهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله. بنتكلم على يوم الخميس القادم متوقع إن العظمى على القاهرة توصل لـ40 درجة مئوية هيتم تسجيلها في الظل، وهتوصل لـ45 و46 على المحافظات الجنوبية. كمان سواحلنا الشمالية خلال الموجة دي مش بعيدة خالص عن الارتفاعات، بالعكس هتسجل درجات حرارة مرتفعة بالنسبة للسواحل، وهتسجل السواحل ما بين 35 وربما كمان 36 درجة في بعض الأيام يتم تسجيلها في الظل، مع أعلى نسب رطوبة طبعا على السواحل الشمالية. وبالتالي هنشعر على نهاية الأسبوع في السواحل الشمالية بدرجات حرارة في حدود 38 درجة كدرجات حرارة محسوسة. فعلا ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، هيكون معاها هدوء وسكون في سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية. كل العوامل دي هتخلينا نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. يمكن الذروة هتكون الخميس والجمعة، لكن مع بداية الأسبوع إن شاء الله مش هتنخفض كتير، هتظل درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من معدلاتها الطبيعية، لكنها بالتأكيد هتكون أقل من درجات الحرارة المتوقعة الخميس والجمعة. وبالفعل هيكون في استمرار لهدوء سرعات الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه وارتفاع درجات الحراره ليلا مع ارتفاع نسب الرطوبه اللي هيشعرنا بمزيد من ارتفاع درجات الحراره. يمكن لو اتكلمنا عن السبب العلمي للموجه دي هو سيطره كامله لمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه بتمر على اماكن شديده الحراره قبل وصولها لمصر، مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي بيمنع تماما تشكل السحب خلال ساعات النهار واجواء مشمسه تماما. يمكن هي دي اهم الاسباب اللي هتؤدي لهذا الارتفاع في درجات الحراره. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات، وهنبدا بالقاهره. درجه الحراره العظمى فيها 38 والصغرى 27 والعاصمه الاداريه 38 26، الاسكندريه 33 24 والعلمين الجديده 32 23، مطروح 31 22، دمياط 33 25، بورسعيد 34 25، والاسماعيليه 39 26.
السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26 والعريش 34-24، أما كاترين 34-16 وطابة 36-25، حلايب 35-29 وشلاتين 38-28، أيضا شرم الشيخ 38-28، كمان الغردقة 38-28، الفيوم 38-26 وبني سويف 39-25، الوادي الجديد 41-26 وأسيوط 40-27، سوهاج 41-27، إنا 42-28، الأقصر 42-28، أسوان 42-28. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لمنة ومحمد ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.